على شيخ صوف بلال سلامتي هدوء شيخي فينا هدوء سلامتي لقد فاز دائما لشيوخ ومجدا على أعطائي ومقال مجددا سمعت شيخي وأفاد مقاله رأيت مقاله كمقال محمد صلى الله عليه وسلم قال شيخي صوفي لا تخاف عدوك لأن عدو لا يستطيع لشيء أسعدت أنا بيننا شيخ صوفي بلال أنا بيننا أسعدت موادة أنا بيننا أسعادة أنا بيننا إيز شيخنا أنا بيننا أسعادة أنا بيننا قرب شيخنا أنا بيننا أسعادة أنا بيننا شيخنا كان بيننا أسعادة أنا بيننا أسعادة أنا بيننا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أشرقت الأنوار بقدومكم يا شيخ بلال أهلا وسهلا بكم قلما مميزا وقلبا حاضرا والله أصفرت وأنورت أساعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب يا شيخ صوفي بلال أهلا بكم فينا في مدينة دلوة بانتظار مرحبا بنور مرحبا بفجر جديد أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم لكم مليون ترحيبة ببقات من ودود المهبة نستقبل موكب قدومكم ميمون مرحبا بكم عدد ما قطته الأكلام من حروف وبعدد ما أظهر بأرض زهور أهلا بلالا ملك قلبي أهلا بلالا فداهه أهلا بلال شغل فكري أهلا بلال بدل الأذان إلى الأفراح نورت دنياتي وصرت عمشي بأشراقه طلع البدر بيننا أو طلع البدر مبين رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذ الدنيا ودينا نحن بالله ودينا واستجبنا فهوينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر مطاع جئت شغفت المليك مرحبا يا خير الدار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا إله إلا الله Shehu Fahim Waliullah.
C'est que notre imam vient de nous dire tout à l'heure en Yoruba, quand il a pris la parole contre le chandelier, il dit notre